السلام عليكم. إن شاء الله راح أكمل الجزء الثاني من المحاضرة الأولى لمادة الهندسة الكهربائية. عندنا اليوم بعض المصطلحات وبعض الأمور لازم نفهمها قبل لا راح نبدأ بدراسة الهندسة الكهربائية بتفاصيل أكثر. إن شاء الله راح محاضرتنا اليوم راح ندرس مجموعة من الأمور اللي هي تعتبر أساسيات أو تعاريف معينة أو مفاهيم لازم نعرفها من عدها، اللي هي سيستم اوف يونتس، وبعدين الشحنة الكهربائية اللي اخذناها اصلا بالجزء الاول. راح ندرس التيار والفولتية والباور والانيرجي وبعض عناصر الدائرة الكهربائية. بالبداية سيستم يونت، سيستم اوف يونت، بعض الامور مثل الطول، الحجم، الزمن، التيار والحرارة. نعرف انه كل وحدة قياسهم مثل الطول وحدة قياس المتر، الكتلة كذلك، العفو الحجم والزمن. لازم نفهم نعرف بالنسبة للطول انه المتر ام سمول، الكيلوغرام، الكي والجي، وبالنسبة للتايم سكند. هذا الجدول قد يكون بعض المعلومات هي مفهومة يعني. راح نتحول للجدول الثاني أو الصفحة الثانية. من الممكن أنه كل وحدة موجودة من الوحدات، فرضا الشحنة، قلنا أنه مثل الشحنة الرمز مالتها السي، الفرق الجهد اللي هو الفولت، في المقاومة بالأوم. هذا الجدول راح ناخذ من عنده يعني كل إن شاء الله المحاضرات السابقة راح نتعرف على كل وحدة من ذني، فإن شاء الله راح ندرسها يعني، بالإضافة إلى أنه كل وحدة من الممكن وياها مثل تنضرب في فكتور معين، أو نكتب بدال ما نكتب 10^9 نكتب جيجا، 10^9 العفو ميجا، وهكذا نفس ما موجود بالجدول هذا. فهذا الجدول هو مو ينحفظ لكن راح نستخدمه يعني ان شاء الله بالمحاضرات الجايه ان شاء الله. راح نتحول للشحنه الكهربائيه اللي احنا ما راح نطول بيها. ليش؟ لانه اخذناها بالجزء الاول من المحاضره، وغالبيه انه مجرد تعريفه وش قد القيمه مالتها. عندنا اليوم الشيء راح نتعرف عليه اللي هو التيار. قلنا انه اذا عندنا سلك معين وهذا السلك حصلنا على شحنة كهربائية، وهذه الشحنة الكهربائية انتقلت من المصدر إلى أجزاء الدائرة الأخرى يعني، راح نحصل على تيار. فتعريف التيار الكهربائي هو معدل الزمن اللازم لتدفق الشحنة الكهربائية في سلك معين أو أي شيء موجود. التعريف الرياضي هو الآي تساوي لك مقدار تغير في الشحنة إلى مقدار تغير في الزمن. فلذلك إنه الواحد أمبير يساوي لك 1 سي على سكند. بالنسبة للتيار، التيار المتعارف عندنا اللي هو راح ينقسم إلى نوعين، النوع الأول اللي هو الدي سي والثاني الأي سي. بالنسبة للأول اللي هو المستمر، التيار المستمر اللي هو دائما يكون ثابت، دائما راح يبقى القيمة مالته تبقى ثابتة، بينما المتناوب راح نشوفه انه مقدار راح يتغير تغير جيبي على حسب الشكل اللي راح ناخذه ان شاء الله. قلنا التيار المستمر راح يكون ثابت على حسب الوقت يعني، هذا الثبات مالته يعتمد على المصدر. يعني المصدر لو عندنا مستمر دائما مستمر، يعني فرضا لو عندنا المصدر عبارة عن شاحنة، هذه الشاحنة هالشكل هذا، هاي الشاحنة مربوطة إلى مصدر ثاني يعني كهربائي وجاي يتحول، فمن الممكن راح يبقى ثابت يعني ما عندنا مشكلة به، العفو بهالشكل هذا. لكن من الممكن إذا عندنا مثل هو مأخوذ من بطارية معينة، يعني هذا المصدر من بطارية، فراح نلقى بمرور الوقت من الممكن إذا هو كان بدأ منا من الممكن راح يصير بهالشكل هذا، لكن يبقى مستمر.
من المقيت راح ينزل بعد أكثر، وهكذا يعتمد على الزمن. بينما دائما إذا شاحنة معينة راح نلقى أنه نفس المقدار يعني. هذا اللي يميز أنه التيار المستمر، دائما راح نقاعد قيمة معينة وثابت بالنسبة للزمن. نجي للتيار المتناوب اللي هو قلنا دائما يتغير تغير جيبي. المقصود به شنو؟ انه عند الصفر التيار راح يساوي لنا قيمة معينة، هذا قيمة معينة. لكن عند 90 راح يساوي لك قيمة معينة ثانية، عند 180 راح نلقاه بهالشكل هذا، وهكذا راح يصعد وينزل على حسب المصدر مالته، لأن المصدر مالته شنو؟ مصدر متناوب، فلذلك راح يعطينا تيار متناوب. قدام لا نتحول على الفولتية حتى نفهم انه بعض الاساسيات لازم نخليها ببالنا بالنسبة للتيار. هذا التيار لو نجي احنا نقول عندنا مصدر معين، هذا المصدر، وعندنا مقاومة واحدة بدائرة معينة، والدائرة المقاومة نرمز لها بالشكل هذا عبارة عن زجزاج. احنا بالحسابيا راح ان شاء الله بالمستقبل لما ما نجي نقول انه هذا عبارة عن مصدر فولتية فرق جهد، وراح يطلع لنا تيار موجود بهاي الدائرة، راح يجي للمقاومة. احنا عندنا مقاومة معينة، خلي شيء ريزيستنس يعني معين، فدائما راح ناخذ التيار انه يروح من جهة الموجبة، يعني يطلع من جهة الموجبة ويروح هنا للمقاومة المعينة. وهاي المقاومة المعينة خلي كذا يعني خلي تكون مثل مصباح او اي مقاومة يعني، او مقاومة عادية. لكن هو بالحقيقة الصراحة انه دائما هي الشحنة السالبة هي اللي دائما يكون انتقال معتها، يعني دائما التيار ينتقل من السالب الى جميع اجزاء الدائرة. لكن حسابيا واللي راح نعتمده ان شاء الله بالمستقبل هو نعتمد هذا، يعني الدائرة دائما يروح من السالب ويرجع للموجب، من السالب بهالشكل هذا الاتجاه مالته. لكن حسابيا احنا نخليه ببالنا انه راح يصير بهالشكل هذا. اما بالنسبة للتيار المتناوب فسمي التيار متناوب لانه راح يصير التيار راح يصير متغير تغير جيبي بالنسبة للوقت. فقلنا انه طريقه الانتقال مالته بالنسبه لحتى يغذي اي مصدر معين، ففرضا لو عندنا هنا مصدر معين وهذا المصدر راح يصير متناوب يشار له بهذا الشكل، لو عندنا هنا مقاومه معينه خلينا نقول مصباح او اي شيء ثاني، فبما انه متناوب فراح يصير مرة ينتقل بهذا الشكل اذا كان هنا سالب، يعني اذا كان التيار هنا سالب فراح ينتقل بهذا الشكل. لما ما يجي مدة معينة راح ينقلب هذا الشيء، فراح يصير الانتقال مرة ثانية من هذا الشكل او من هذا الاتجاه. فبكل الاحوال هذا المقاومة هنا اللي يؤدي هي ضمنت انه استمرار التيار الكهربائي بها، لكن باتجاهين، مرة بهذا الاتجاه ومرة بالاتجاه الثاني. لكن احنا قلنا حسابيا راح دائما نعتمد انه الاتجاه التيار يكون من هذه الجهة. هذه فقط بس ملاحظة يعني. الفولتية، بالنسبة للفولتية تعتبر او نسميها مرات فولتية او نسميها فرق الجهد. فرق الجهد اللي هو الطاقة المطلوبة حتى تحرك لنا شحنة معينة خلال اي عنصر. يعني لو عندنا سلك معين هنا، فانتقال الكيو اللي هي الشحنة من مكان إلى مكان، هذا هو اللي ولد هذا الشيء أو اللي أثر هذا الشيء، هو الفولتية. فرياضيا تنحط يعني الفولتية بالنسبة لأي بي تساوي لك مقدار التغير في الطاقة إلى التغير في الشحنة، وال W هي عبارة عن الطاقة اللي تقاس بالجول، وال Q اللي هي الشحنة الكهربائية اللي تقاس بالسي والإنيرجي. حاليا هسه راح نعرف اللي مطلوب عندنا بس مجرد فهم التعريف مالتهم، يعني اللي هو معدل الزمن بالنسبة اللي راح
ايش قد انا استهلك طاقة، فهذا معناته القدرة مالتي، القدرة الكهربائية اللي ايش قد انا استهلك طاقة بدائرة معينة، دائرة كهربائية معينة، هذا يعني اللي هو الباور واللي يقاس بالواط. رياضيا ما علينا بهذا الشيء، اللي هو الناتج النهائي اللي هي الفولتية في التيار. بينما الطاقة راح تنحسب نفس القانون لكن خلال فترة زمنية معينة. عندنا بعض مصادر أو عناصر الدائرة لازم نعرفها، مجرد ما هذا راح يصير بديهيات عندنا. يعني لما ما أشوف أي دائرة وأشوف مكوناتها لازم أعرفها شنو، مجرد ما أجي أباع عليها. يعني مو شرط أجي أكتب على المصدر V أو أكتب فولتية، هذا لازم بس، أو هذه الشكل لازم أنا أعرفه شنو. فعندنا أول تقريبا الأول والثاني اللي هو الشكل يرمز للفولتية أو المصدر الكهربائي. الثاني العفو الثالث والرابع راح يرمز للتيار. بالنسبة هذه يسمونها الأكتيف إليمنت. هذه ليش أكتيف إليمنت؟ لأن هي راح تتحكم بالدائرة، هي مصدر الطاقة. بينما الأجزاء الثانية الباسيف إليمنتس اللي هي الغير فعالة، خلينا نقول أو الخاملة، اللي هي مثل الـ R والـ L والـ C. الأول واحد اللي هو الرزز المقاومة، والمحث أو الملف أو الكويل، أو والآخر واحد اللي هو المتسعات أو المتسعة. فهذا بس لازم واحد يعرفه وشنو وظيفته. إن شاء الله راح ناخذ أكثر شغل، إحنا راح نشتغل على المقاومات. عندنا بعض الأمثلة، هذا تطبيق مباشر، حاولوا تحلونها أو هي محلولة يعني. وإذا عندكم أي سؤال إن شاء الله ممكن تتواصلوا وياي، وإن شاء الله أنا حاضر بأي وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.